ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف معنا، وأطلعنا على مزيد من التفاصيل لديك في خان يونس وفي قطاع غزة بشكل أوسع. نعم نهى، هذه المرة دعينا نبدأ من المحافظة الوسطى في قطاع غزة وتحديدا مخيمي البريج والمغازي، حيث تشهد المناطق الشرقية من المخيمين قصفا إسرائيليا متواصلا من قبل المدفعية باتجاه المناطق الشرقية من المخيمين، إضافة إلى أن بعض القذائف في مخيم البريج طالت وسط المخيم عند عيادة الأونروا، الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطنين حسب مصادر محلية فلسطينية، إضافة إلى استهداف منزل آخر أيضا خلف نادي خدمات البريج، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. هناك حالة نزوح جديدة من المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي في ظل يعني تقدم محدود لآليات الاحتلال التي اجتازت السياج الشائك صوب المناطق الشرقية من المخيمين، وحالة التخوف لدى المواطنين، لا سيما أن بعض المصادر العبرية الإعلامية تحدثت عن أن الجيش يعمل بريا هناك وبدأ عملية عسكرية شرق المخيمين، لكن هذا الإعلان جاء من قبل وسائل إعلام إسرائيلية ولم يكن عن الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال. لذلك يمكن القول إن ما يجري الآن في المناطق الشرقية من مخيمي البريج والمغازي مشابه تماما لما جرى بالأمس أيضا في أقصى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لكن الخشية والتخوف لدى المواطنين دفعت بعض القاطنين في مخيم البريج وتحديدا بلوك 12 وهو المنطقة الأقرب للسياج الحدودي، دفعهم للنزوح نحو المناطق الغربية من المخيم. أيضا في المحافظة الوسطى استشهد اليوم 8 مواطنين بعد استهداف مباشر لسيارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وقد نعت وزارة الداخلية الشهداء 8 وقالت إنهم عناصر يعملون لديها. في جنوب القطاع وتحديدا في مدينة خان يونس حيث نتواجد، قبل قليل جرى انتشال جثماني شهيدين ارتقيا إثر غارة سابقة كانت قد استهدفت منزل عائلة البريم في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس. لكن في رفح حيث تتواصل العملية البرية هناك منذ السابع من الشهر الماضي، اليوم يعني تابعنا صور جديدة لأماكن وصول الآليات الإسرائيلية. الصور تؤكد أن الدبابات وصلت على مقربة جدا من الأقصى المناطق الغربية من مدينة رفح، حتى وإن كانت هذه الآليات لم تتمركز فهي اجتازت ما يعرف بمفترق الطيارة، هكذا يسمى في منطقة رفح. هذه الآليات اجتازت المفترق، وصلت إلى مقربة من مسجد العطار أو مفترق العطار، لكنها لم تتمركز هناك وعادت مجددا نحو منطقة تلة الزعرب. لكن هذا يعني بالفعل أن الجيش يسيطر عملياتيا على طول محور صلاح الدين وصولا إلى الطريق الساحلي. الآليات الإسرائيلية أيضا قصفت طيلة ساعات النهار وبشكل متقطع منطقة حيي السعودي وتل السلطان، كما سمع أيضا أصوات الانفجارات في منطقة مفترق زعرب وعند تبة زعرب، حيث تتمركز هناك الآليات الإسرائيلية وتطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين وصوب كل ما يتحرك في مدينة رفح تحديدا مناطقها الغربية ووسط البلد. أيضا القذائف المدفعية طالت منطقة الشابورة والمناطق الشرقية من المدينة، حيث تتمركز الآليات الإسرائيلية في حي السلام وحي البرازيل ومنطقة التنور، وكذلك وصل القصف المدفعي إلى الأطراف الجنوبية من منطقة خربة العدس. يعني يوسف، بما أنك متواجد على أرض الواقع، تصف لنا الوضع الإنساني الآن، كيف يواجه المواطنون في خان يونس لوازم الحياة اليومية؟ فيما يتعلق بالواقع الإنساني، هناك أزمة وكارثة إنسانية تلوح في الأفق في كل محافظات قطاع غزة. الأزمة متباينة إذا ما تحدثنا جغرافيا عن محافظتي غزة
والشمال وأيضا المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية هناك نقص حاد في السلع التموينية نظرا لاستمرار إغلاق معبر رفح وكذلك معبر كرم أبو سالم والسماح بإدخال بضع شاحنات على فترات من خلال المعبر الواقع إلى أقصى الجنوب الشرقي من مدينة رفح. لكن الأزمة أشد في محافظتي غزة وشمالها نظرا لأنه منذ أكثر من شهر لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بمرور أي من شاحنات المساعدات أو البضائع نحو هاتين المحافظتين، لذلك لم يتبقى الآن في غزة والشمال سوى ربما الدقيق، لأن المواطنين هناك يعني حاولوا في الفترة الأخيرة أن يبتاعوا أكبر عدد ممكن من أكياس الدقيق لأنهم عاشوا تجربة فقدانه التام قبل عدة شهور. أيضا مع انسحاب آليات الاحتلال من المناطق الجنوبية لمدينة غزة واتضاح حجم الدمار وكذلك أيضا لابد من الإشارة إلى أنه عثر على قرابة 15 جثمان لشهيد في أقصى المناطق الجنوبية من مدينة غزة بعد انسحاب هذه الآليات. كل هذه المعطيات تشي بأن الواقع الإنساني متدهور، وإذا تحدثنا عن شريحة الأطفال وفق المؤسسات الدولية هناك نقص حاد في كل المستلزمات الطبية لهذه الشريحة، هناك سوء تغذية يعاني منها هؤلاء الأطفال نظرا للنقص الحاد وعدم سماح الاحتلال بدخول المزيد من شاحنات المساعدات. أيضا الأونوروا وهي ربما المغيث الأول للنازحين في مراكز اللواء اليوم لا تقدم تقريبا شيء لهذه المراكز لأنها أعلنت قبل عدة أيام أنها أوقفت تقريبا كل عملياتها في المناطق الجنوبية من قطاع غزة لأنها منطقة لم يعد فيها أمن يمكن لهذه السيارات التابعة للأونوروا أن تتحرك، إضافة إلى أن الاحتلال لا يسمح بتوريد المساعدات المتكدسة في الجانب المصري ويواصل إغلاق معبر رفح البري، لذلك هو واقع إنساني معقد. أما على صعيد المنظومة الصحية فهي منهارة منذ الأيام الأولى لهذه الحرب وهذا العدوان، وفي الآونة الأخيرة مع يعني إخراج كل مشافي مدينة رفح عن الخدمة ونتحدث عن 6 مشافي باتت القدرة الاستيعابية لبقية المشافي محدودة لأن هناك عشرات الآلاف الذين أصيبوا منذ بدء العدوان والآلاف منهم ما زالوا يحتاجون متابعة طبية يومية وهم ما زالوا على أسرة هذه المشافي التي لم يعد فيها متسع وأضحت تتعامل مع الإصابات دون وجود أسرة، وربما كثير من الصور التي وثقتها عدسات الكاميرا أن كثير من الجرحى يتلقون العلاجات الأولية يعني ممددين على أرضية المشفى ولا يوجد لهم حتى سرير من أجل أن تتعامل معهم الطواقم الطبية في كل مشافي القطاع. شكرا لك، شكرا جزيلا من خان يونس، يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية.